اوكي مساء الخير. What can I say? 4 goals, 3 points. 4 أجوان 3 نقاط المباراة، فوز المباراة. The result is good. نتيجة إيجابية، نتيجة كويسة. Even though I still believe that the performance on the last third attack when we attacked the last third. حتى لو كنت شايف ان ادائنا في خاصه في الثلث الاخير، الثلث الهجومي واحنا بنهاجم، ناخد قرار خطا في التمرير، وساعات بتبقى الباصه طويله او قصيره. لكن دفاعيا كنا كويسين، ولعبت وسط الملعب كانوا كويسين، عملنا ماتش كويس، والمهاجمين في الاخر سجلوا اهداف. كان بتاعي هو ده، يعني ده ملخص النهارده، يعني ملخص ماتش النهارده. اتفضل يا كابتن. سر فوز الاهلي في الشوط الثاني، وذا سيكريت تو يو وين يو في السكند هاف. الشوط الاول ذا فيرست هاف ات جوز بريست اند انت ميني اوبورتيتي اند ذا سيم ثينج اجينست سيراميكا اند ذا سيم سيناريو واي يو ستارت تو بلاي ان السكند هاف. I don't know. I wish to tell me why. هو سؤال بيسأل بيقول ليه دايما الأداء ده الأهلي في آخر ماتشين، في الماتش ده ماتش سيراميكا، إن في الشوط الثاني الشوط الأولاني مفيش مردود إيجابي، وكان إنتاج الحربي كان ليه فرص تهديف، وليه إحنا بنلعب في الشوط الثاني؟ فهو بيرد عليه بيقول ممكن تقول لي ليه من وجهة نظر حضرتك؟ فوتبول إز فوتبول. كرة القدم هي كرة القدم. You don't have a formula that you will score in this minute and that minute and this minute. ما عندكش وصفة معينة هتسجل في دقيقة دي أو دقيقة دي، في أي دقيقة في الماتش ممكن تسجل. Sometimes we coaches we like to be intelligent and say no it's my tactic to do that. No I don't know. ساعات احنا المدربين بنحب نكون أذكياء، بيقول لك لا خطتي طريقة لعبي التكتيك بتاعي ألعب بالشوط الثاني وأسجل الثاني. لا هي بتيجي كده. يعني when I came here لما وصلت مصر my last four games if you look even in the cup اخر اربع ماتشات ليا تفتكر لما جيت حتى في الكاس كنا بنسجل بدري دايما، اول ما جيب الدقيقه الرابعه الدقيقه الثالثه كنا بنسجل على طول في ماتشات الدوري الاخيره والاربع ماتشات بتوع الكاس، مش اخر اربع ماتشات الدوري والكاس. دلوقتي ربنا اراد الموضوع يتغير، بنسجل في الشوط الثاني مش الاولاني، فلازم نقبل، وانا متقبل ده. بس انت عندك حق، بس انت عندك حق فعلا، احنا اللي بقالنا ماتشين بنسجل في الشوط الثاني مش الاول. تحيه جيد. اتفضل. هل اللياقه البدنيه في الفيزيكال كونديشن بلاي رول ان ذا ويننج ذا سكند هاف دونت ذا فيرست بيكوز ذا فيزيكال كونديشن اوف ذا بلايرز؟ Yeah, it is very difficult for me but you might not understand what's happening. هو صعب بالنسبه لي. هو سؤال بيقول الحاله البدنيه للاعبين بتاثر في ان الفرقه بتسجل في الشوط الثاني مش الشوط الاولاني، فهو الكوتش بيرد عليه بيقول هو صعب بالنسبه لي، بس هيبقى يعني الموضوع صعب، بس انت مش هتفهم انا عايز اقول ايه، او انك هيبقى في صعوبه انك تفهم انا عايز اقول ايه. My substitutes are not according to the tactics. انا التغييرات مش بعملها بناء على خطه اللاعب. Because I'm building I need Afsha to play 90 minutes. انا مخطط ابني عايز أفشى يلعب 90 دقيقة. هو مش جاهز لسه يلعب 90 دقيقة. But I had to take him out. فعشان كده ريحته وطلعته. كهربا is not ready for 90 minutes. كهربا برضه مش جاهز بدنيا يلعب 90 دقيقة. But I had to take him out. طلعته. Okay. And the players who come in. اللعيبة اللي بتنزل التغييرات. Come out. حتى اللعيبة بتطلع حتى التغييرات. Are all the people from Corona. كلهم لعيبه كانوا مصابين بالكورونا قبل كده. So we want to build their condition. بنحاول يرجعوا بدنيا، يرجعوا بحاله بدنيه ممكن يلعبوا 90 دقيقه، بيبقوا قادرين يلعبوا 90 دقيقه. And it is set before the match. They know that. قبل الماتش ما عارفين ده، قبل الماتش عارفين التغييرات دي مش مفاجاه. This minute and this minute this one is going out irrespective of how good you play. انا قايل لهم يا اخوانا في الدقيقه كذا دي كده هعمل التغيير حتى لو لعبت كويس، مش مهم لعبت كويس او وحش، هعمل التغييره دي عشان ادي زمايلك وقت عشان تلعب. So I must make sure that Karaba in the next two weeks should be playing 90 minutes. عشان بحاول ازود كهرباء بدنيا بعد الاسبوعين الجايين يقدر يلعب 90 دقيقه قبل ما يطلع كاس العالم. أفشا. وأفشا نفس الموضوع. I take out Hamdi. طلع حمدي فتحي. Because he's been playing many games. لعب ماتشات كتير، كان عنده ماتشات كتير. Not only that, to give Hani
30 minutes to play 20-30. مش عشان خد بس ده عشان هو لعب كتير، لا عشان دي برضه نص ساعه الهاني يرجع تاني ويرجع من كورونا يديله زمن لعب زمن مشاركه. حمدي فتحي لعيب مهم جدا بالنسبه للفرقه. So I have to give him the game time. لازم اديله زمن مشاركه ويلعب، فلعبه حتى هو تعبان لعبه. And also the substitute with Badr. برضه التغيير تعمل خرج بدر. Need to give ربيع chance. عشان دي فرصه لربيع يشارك برضه. ياسر is ahead of ربيع. ياسر اجهز شويه من رامي ربيعه، فادي فرصه لربيع احسن. That how do you put him? يعني كان المفروض يكون متضايق مش معنى رامي ينزل وانا قبل مين، بس بس بحط رامي ربيع عشان هو شايف ان هو المفروض ياخد اولويه يجهز. زي ما اديت فرصه لسعد سمير الاسبوع الماتش اللي فات بدي فرصه يعني بدي زمن لعب. Just for condition I'm trying that the time we go to the World Cup at least I have players who can play 90 minutes. بيزود حياه بدنيه للاعبين عشان بيحاول من هنا لغايه بعد المسافه كاس العالم اسبوعين ثلاثة يبقى اللعيبه ممكن تلعب 90 دقيقة 90 دقيقة. And the time Champions League starts the group stages all on condition. ونبدأ دوري المجموعات، نبدأ دوري مجموعات افريقيا، كلهم في حالة بدنية واحدة، مفيش حد أقل من حد. وأكيد طبعا مع التخطيط بتاعي يعني دي خطتي، بس تمام اوكي فاكر ده. ده واضح لحياتك يعني النقطة. كيف تيم مانجمنت. هو إدارة الفريق أكتر ما هو جزء من خطة اللعب. اوكي. اتفضل. Congratulations for the game tonight. You saw many substitutions in the position in the right back. If you need a new right back, especially that, that you already make any position right new player in other position. If you need another player, extra player for that right back, you could choose many players in the position. Are you suggesting that we should go get the right back? طب هو السؤال بيساله بيقول احنا شفنا في تغييرات كتيره في مركز الباك رايت، يا ترى ده معناه ان الاهلي محتاج يجيب لعيب من بره يملي لعيب تاني جديد في مركز الباك رايت، خاصه انتم مضيتوا مع لعيبه كتير في مراكز مختلفه دعمتها. فهو بيرد عليك بيقول لك انت بتقترح عليا ان اجيب باك رايت؟ نو جاست ا كويشن از اسكينج از اسكينج جاست تو تايل اوف بلايرز اور يو هاف ا بروبلم ان ذيس بوزيشن. بقول ايه ممكن مشكله في ان العب حد باك كان هيك في الكورونا بس راجع. The question is if you need an extra player, new player in the right back. If you recommend yes, player. لو تقترح عليه لعيب قول لي بقى لعيب من وجهه نظرك. ممكن تديني اسم وابتدي ابص عليه اشوف. السؤال واضح بس هو رد عليك انت مش فاهم الاجابه. هو قال حياتك انه اوكي هو بيقول لك اللعيبه ليه؟ هو في لعيبه احسن عندي لعيبه كويسه. So you don't have, you don't need. You don't need for the moment. You don't need to. Yeah, but you can. Does if you recommend, it's okay. Also, like only back, like Malul recommend, I like. Okay. بقول لك ايه تلاقي لعيب زي علي معلول بيلعب باك ليفت يلعب في الناحيه اليمين عندي ما عنديش مشكله اتفاوض معاه. بيكهام بلايز ايه؟ بيكهام موجود هو بيوضح لك بقى بيقول لك بيكهام بيلعب. And I told you why we played Beckham last week. بقول لك ليه لعب بيكهام الماتش اللي فات؟ Why we substituted him because وليه غيرته؟ We played توفيق اكرم رايت باك لان زيد اكرم توفيق كباك رايت بس سكور 0-0 كان النتيجه 0-0 الشوط الاول كنا عايزين نسجل وكنا بقى يعني بقى في مشكله والفرقه الثانيه كانت متقهقره ودفاعيه ما كانوش بيجوا لك فكهرباء كان بيطلع مدافع وكده حطيت طلع قصده بيكهام مش كهرباء طلع بيكهام اوكي عشان هو ليه جماد يعني دفاعي اكتر ونازل توفيق بيبقى عنده ناس هجوميه اكتر يقدر يطلع الفرقه عشان عايزين نسجل جول مش هقدر العب دفاع دفاع على طول محتاجين حد يطلع عنده ناس هجوميه يوصلنا للجول ونسجل اوكي وي كونتينيو توفيق كمان اكرم توفيق الماتش ده لعب كويس الماتش اللي فات بدانا بيه كده عملت تغيير الماتش النهارده نزلت هاني to build the condition now. عشان ارجع لو ده مكانه الاساسي عشان ارجع اوجه بدنيا وارجع من كورونا عشان ارجع بدنيا. But I understand why he's asking about انا فاهم انت بتسال سؤال ليه على الباك رايت؟ Because هو عشان لعبنا عشان حضرتك بتسال عشان لعبنا ثلاث لاعبين مختلفين في نفس المركز الباك رايت. Right. Good question. بس قول سؤال كويس. السلام عليكم. شكرا. Now
سؤال الاتحاد المصري دلوقتي حدد الماتشات لغايه اخر فبراير وهتلعب ماتشات كاس العالم وبطوله افريقيا ازاي بتشتغل على الاجنده بتاعت الماتشات الكتيره الكاتشات المتتاليه كتير هتشتغل انت ازاي مع فرقتك وتعدها ازاي؟ اجابتي للاستاذ was because of the traffic that is coming عشان الزحمه الجايه زحمه الماتشات I must have Tawfiq. He comes from Corona, remember? راجع من كورونا زي ما حضرتك تفتكر. In the condition. بيرجع رجع المستوى خلاص. Beckham is good on condition. Beckham مستوى كويس. Hani is not. Hani لسه بنزود. Who Sulaya is coming. Sulaya راجع. He needs a little bit. محتاج وقت زي ما مشاركة. Afsha is coming from Corona. Afsha برضه كان كورونا وراجع. Finish 90 minutes. ما يقدرش يكمل 90 دقيقة بشكل كامل. كهرباء نفس الموضوع 90 دقيقة ما يقدرش يكملهم. So you understand that the changes. شايف التغييرات بتحصل التغييرات بعمل تغييرات ليه؟ Not according to the match. التغييرات ما بعملهاش بناء على عسير المباراة. When that traffic comes. لما في اللعيبة كتير دي. في زحمة في ماتشات كتير متتالية ورا بعض. لازم يكون مجهز لعيبة يبقى عنده لعيبة كافية. 24 لعيب كلهم حياتهم كويسة. اقدر العب على المتطلبات بتاعتي الماتشات الجاية اقدر العب مين يبقى عندي لعيبة متاحة اقدر العب بيهم في الماتشات الجاية. عايز اجهز 24 لعيب. وانا بضحي في حتة الماتشات المتتالية وبغير الخطة اصلا بناء على المتاحين. لان صعب ان تلعب بالخطة بتاعتك في ظل الغيابات. اوكي؟ Why do you make the set pieces? Why? The set pieces. Why yeah. You don't score from the set pieces? The set piece. Well, you're right because we get a lot and it's an area of concern. But we do practice them. At least we practice them. And we don't get them. You're right. I was saying that tonight before the match, you say we need to score corner kicks and free kicks. But we've been scoring before, but now we don't. And she's right. السيدة بتقول ليه الضربات الثابتة ما بنسجلش منها الأهلي ما بنسجلش منها واضح فلا أنت محق في الحتة دي أنا حتى بمرضهم بنعمل تدريبات على الضربات الثابتة سواء الكرانر أو الضربات الحرة من بره المنطقة أو بنشتغل معاهم بنمرنهم بس للأسف الماتش ما بيسجلوش كنا بنسجل ما بيسجلوش دلوقتي حتى لا قبل المباراة كلمت معاهم قلت لهم ليه إحنا ما بنسجلش يا ريت لو بنسجل من ضربة ثابتة فأنت عندك حق. The teams are good in Egypt and they make very good research on us. They see what you do, how you do that, or what, and they make a good research. I can see that the opponents make a good research, and they are paying attention to the kind of corners we do. We have a lot. We have about 5 corners, and you must see before we keep corner 3, 4, 5, and what. Okay. برضو انا ملاحظ ان الفرق المنافسه بتلعب معانا بيذاكروا كويس بيدرسونا كويس وبيشوفوا لعيبه لعبنا وبيشتغلوا بدليل ان احنا عندنا اكثر من نموذج كورنر ركنيه بنعمله حوالي 5 نماذج بنعملهم هم حافظينهم كل نيجي ننفذ الشكل منهم هم عارفين بيمسكوا ازاي وبيتحركوا ازاي عارفين تحركاتنا. لو تفتكر في ماتش كاس في اسكندريه سجلنا من ضربه ثابته. وسجلنا قبل كده بضربات ثابته. سويسي اجهز الاتحاد وفي ماتش الاتحاد في الكاس قدام الاتحاد بس عندك حق كنا ما بنعملهاش قبل كده كنا بنعملها دلوقتي ما بقاش ولا جينا الزمالك من افريقيا. لاست كويشن كونجراتيوليشن فور ذا ويننج اوف تونايت وكم باك تو ذا تايتل ذا توب سكيتل طب السؤال بس عشان قبل ما اخش في الاجابه بيقول احنا يعني بحييك تغييراتك طبعا على الفوز والتغييرات كلها مستمره بس شفنا تغيير حمدي فتحي وبدر بنون لما تم تغييرهم وخرجوا الانتاج مسكوا كوره وسجلوا جون وكان جات لهم فرصه كان ممكن يسجلوا الجون الثاني ويقلبوا المباراه فهو هيجاوب. My players know why
هو قال لك ايوه صح وغلط في الاول بس لعيبتي عارفه ليه بيحصل التغيير ده because we speak to them earlier we tell them they know this one is going to play so many minutes and this and that they know and some still are not happy but it's okay ازاي مقال حياتك قبل كده اللعيبه عارفه تم تغييرها ليه مش الاسباب الفنيه وعشان بيدي زمن المشتغل كل لعيب بس هو بيقول لك طبعا بعض اللعيبه ممكن مش مبسوطه قوي بس لازم يحصل هو مش مشكله هو يعني هو عايز بس يزود لعيبه اللي ما بتاخدش زمن مشاركه يديها زمن مشاركه ولا لو كان معايا سوليا النهارده حمدي doesn't play because he has played I think 7 games in a row كان هيدي الماتش سوليا مش حمدي عندي حمدي لعب 7 ماتشات متتاليه ورا بعضها فكان هيريح overloading and injuries this is the time that he can get the hamstring بص ايه بقول لك مش عايز يحمل عليه ان في ايده لان قدر الله ممكن بالشكل ده ممكن يجي له قدر الله الخلفيه ممكن يعني يحصل فيها مشكله بسبب الماتشات كتير بيلعب استكمالا للسؤال معلش احنا تبعتنا للماتشات دي فولو دي فولو دي جيم كده You see that Mr. Pitsu has a front opposite of all the other coaches. You talk with the players on the bench. And you yes, because they learn. They must learn. When somebody makes a mistake, I need what, to speak. What are you talking to? I need to talk about it so that the next person who's coming in must not do the same mistake. The question is, have you seen Mr. مسوماني اللي هو بيتكلم على اللعيبه عكس المدربين التانيين بيقف بيتكلم على الدكه مع اللعيبه الموجودين احتياطي انت بتقول لهم ايه؟ فبيقول له انا طبعا بتكلم معاهم عشان اشرح لهم الـ الاخطاء اللي بتحصل في الملعب عشان ما حد من الدكه اللي قاعدين اللي ينزل الملعب يبقى فاهم انا عايز اعمل ايه وايه التصليحات اللي عايز اعملها عشان ما ينزل ما يحملش ما يرتكبش نفس الخطا اللي حصل زميله عمله في الملعب قبل ما يخرج. شكرا. اوكي. اوكي. لاست كويشن. اوكي لاست كويشن اوكي. اوكي ست لو اوكي ممكن اوكي استحق قلت لا اوكي ممكن يا اوكي the winning four good and you make other opportunities but you have you lose many good opportunities كهرباء عن شحات lose many opportunities and you can make with the level you have a problem or first a problem with the player of the first part before the World Cup in the World Cup you can improve this you can work with the opponent's problem yeah but you also have to be honest as a coach and be humble and be and receive what you get in a good way because you scored 4 goals last time 3 so I don't think we have a problem with goals we're missing a lot we have a problem not to take the chances that that we have yes you can score more I think we should score more you're right in that but Imagine I complain that why you score 4 goals today? Last week you scored 3. Last week you scored 3. And I look like a coach who's very unhappy. I don't want to look like that. I must appreciate that they're scoring. Okay, we miss a lot of chances, but it's okay, Habib. السؤال الحته الهجوميه كونتينيو السؤال حياتك بتقول ان بيقول احنا في عندنا مشكله هجوميه كهرباء اهدر فرص كتير والشوط الاولاني كان في فرص كتير كان ممكن الماتش يقلب يا ترى احنا عندنا مشكله قبل ما نروح كاس العالم في مشكله في تسجيل الاهداف فرد عليه قال له انا لازم اكون امين مع نفسي وابقى واقعي كمدرب الفرقه في اهدار فرص بس احنا سجلنا اربع تجوان سوري الماتش ده وثلاثه الماتش اللي فات يعني 7 ماتشات سبع تجوان في الماتشين ما اقدرش اقعد اتكلم مع المهاجمين اقول لهم انتوا ما بتسجلوش لا هو الناس جايبه 3 تجوان مهاجمين واربعه الماتش ده ادي 7 احنا عندنا مشكله ان نترجم كل فرص بتجي لنا الاهداف انا متفق معاك في الحته دي بس لازم ابص للجزء الايجابي نص المليان في الكوبايه الناحيه اللي بنسجل اهداف الفاضل بقى نشتغل على ترجمه كل الفرص تيجي كان ممكن النهارده نسجل اهداف اكتر من النتيجه دي بس ما يخلينيش ابقى متضايق المفروض برضه واقعي ان احنا مسجلين 4 تجوان النهارده In the World Cup, you have little opportunities, not like this. You have to score. Yeah, but we have to arrive to that position first. But you know, if you score 4, yeah, maybe in the World Cup you can score 1. Eh? Okay, so. وزي ما حضرتك بتقول لازم تسجل لما تجيلك فرصه بتسجلها all the teams you play against are very good. يعني بتلعب قدام خصوم كلهم مستوى قوي okay. Why nobody ask me about Walid ومحدش يسالني عن كابتن وليد بس ما قلتش ask me about Walid يسالوني عن وليد وعايز يتكلم عن وليد he's a classic eh لعيب كلاسيكي بينزل يسجل يلعب دقيقتين يسجل جون 5 دقائق يجيب جون amazing goals بيجيب اجوان رائعه It's unbelievable. لا يعني لعيب رائع. But, we are always speaking to him.
هو لعيب زي ما بقول لك لا يصدق، بس بيقول لك انا بتكلم معاه هو يقدر يلعب الماتش كامل. يو اول نو، انتوا كلكم عارفين ان هو صعب دلوقتي حالته بدنيا يلعب الماتش كامل، بس هو بينزل بيسجل اهداف رائعه، ما بيشتكيش انه قاعد على الدكه ما بيتضايقش. لاست ماتش سكورد اي بوت هيم اون ذا بنش، ذا وان بيفور هي سكورد اي بوت هيم اون ذا بنش. الماتش اللي فات سجل وحطيته على الدكه، بدات الماتش بعده ولا قبل منه نفس القصه. وانا بحترمه جدا وبتكلم معاه، اني شوين ذا يانج وانز هاو تو سكور ذا جولز، وبيدي مثلا للاعبين الصغيرين ازاي يسجلوا اهداف. هيز ا كلاسيك الحمد لله، لعيب كويس، اوكي لعيب كويس، لعيب رائع. ليت اي شود هاف بين هير ايرليير، ايت كنت موجود بدري في ماتش قبل كده، هو صغير اكتشفته متاخر للاسف.